السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى، اتفضل. الحمد لله كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ. ايه ايه حكم الشيخ استخدام البرامج المتهكرة؟ يعني مثلا في شركة عاملة برامج هي بفلوس، أنا ممكن أستخدم كراك أو حاجة بحيث أستخدمها أنا ببلاش، إيه حكم هذه؟ تاني كده بالله عليك. حكم استخدام البرامج المتهكرة، يعني مثلا في شركات عاملة برامج بس بفلوس، هتسافر عشان تستخدمها، تمام؟ فأنا ممكن أستخدم كراك أو حاجة أستخدمها ببلاش بدل ما أدفع فلوس. طيب أسألك، ألا ترى أن هذا الأمر على الأقل فيه شبهة؟ هو فيه شبهة أكيد. طيب خلاص، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. السلام عليكم.